موضوع أضرعية وهجوم داعش أضرعية، يعني بلد كان الدعم مو دعم، يعني هم لا هم قطاعات جيش ولا هم دولة، كان الدعم أخوي، الدعم أنه يحافظ على جيرانه ويحافظ على أخوته، فهذه زادت من أواصر يعني المحبة والسلم المجتمعي بيناتنا، وإن شاء الله يعني يعني إحنا واحد، بس إحنا شوية صار علينا عتب، يعني يقول لك الحكومة يعني أستاذ خالد يدري والمجلس يقولون ما يصير، يعني المحافظ من الضروعية والنائب الأول والثاني من بلد وإسحاقي يعني ما ترهم، والنوب قائد الشرطة من الضروعية، فقلنا لهم إحنا يعني ناخذ شوف هذه الفرصة مالتنا شوف شو نقدر نسوي بيها، فإحنا إن شاء الله فريق واحد، وأكيد يعني كنا نتعامل مع كل صلاح الدين بنفس المسافة، البركة فيكم وإن شاء الله يعني أنتم أعتقد يعني ما تنتظرون خدمات بقدر ما تنتظرون أنه أنتم يعني ولدكم طلعوا هناك يرفعون رؤوسكم أكثر من يعني حتى تقولون أنه هذه المدينة هي أنجبت وأنجبت ناس قادرين على القيادة بالمحافظة وقادرين على تحقيق مشروع، فإن شاء الله إحنا يعني مشروعنا متكامل والآن صار متكامل أكثر بعد، إحنا يعني أبو مازن حملني سلام لكم جميعا، وهو يعني قال أريد أزوره لكن مشغول بالعملية السياسية، وإحنا يعني بالنسبة لنا ملتزمين بنهجه بالمرحلة القادمة، لأنه هو إنسان كلكم أكيد عرفتوا بأنه إنسان مو طائفي ويتعامل مع يعني مع قضاء بلد والدجيل بخصوصية، يعني يتعامل وياهم كناس أقرب من الآخرين، والدليل على ذلك هذاك اليوم من كان بالمؤتمر اللي سويناه بضروعية قال كل أعضاء مجلس النواب كانوا يشتغلون إلا حجي مفيد، أكيد أكو كانت مشكلة بالقعدة، بس يعني فإحنا إن شاء الله هذا هو دائما يكررها، إحنا إن شاء الله يعني إن شاء الله نبقى على نهج أبو مازن، واعتبروا أبو مازن موجود يعني ما راح يتغير بالموضوع شيء إن شاء الله سوى للأحسن، و يعني الأبواب مفتوحة، تريدون بالمحافظة تريدون بضروعية تريدون أنا أجيكم، كلهن الخيارات لكم، والشيخ ما يقصر بكل الاتجاهات. بالحقيقة اليوم كان لنا زيارة مع الأخ السيد المحافظ إلى قضاء البلد والالتقاء بمجموعة من شيوخ وجهاء والإدارة المحلية بالقضاء من أجل الاطلاع على واقع القضاء والاحتياجات
ضمن الرسالة التي تنهجها الحكومة المحلية باستكمال ملف الخدمات والإعمار بالمحافظة. كان هناك أيضا لقاء آخر مع المعنيين بالعتبة السيد محمد عليه السلام من أجل الاطلاع على واقع الإعمار والعمل الموجود من إعادة تأهيله ومحاولة المحافظة بدعم هذا المركز المهم، بالإضافة إلى زيارة للمواكب الحسينية في قضاء بلد الدجيل من أجل مشاركتهم العزاء بهذه المناسبة، مناسبة عاشوراء. الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين تعمل جاهدة من أجل توفير أفضل خدمات لمواطنيها، إعطاء الرسالة الإيجابية والمهمة أن حكومة لكل أبناء محافظة صلاح الدين، لكل طوائف محافظة صلاح الدين، لكل قومية صلاح الدين. إن شاء الله جادين بتعزيز وتعميق هذه الرسالة من أجل الأمن والاستقرار المحافظة وتفضيل أفضل خدمات وبأسرع وقت ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اليوم يستقبل أبناء مدينة بلد بحفاوة بالغة الأخ سيد المحافظ الدكتور عمار الجبر محافظ صلاح الدين، مهنئين له بتسنمه منصبه الجديد كمحافظ لمحافظة صلاح الدين، ومستقبلين له للمشاركة في مراسم عاشوراء الإمام الحسين، هذه المراسيم الكبيرة التي تعني التضحية والفداء و روح الدفاع عن الوطن التي استلهمها أبناء هذا الوطن في الدفاع عن هذه المحافظة التي كانت بوابة للتضحية والفداء للدفاع عن العراق وتحرير جميع أراضي العراق. نعم، كان صلاح الدين هي السد المنيع الذي وقف بوجه داعش الإرهابي، والذي تجسدت في هذه الوقفة الصبر والتضحية والشهادة وكل مقومات الرجولة والبطولة، والتي من خلال إبقاء التاريخ الذي تمتلكه هذه المحافظة واستلهامها لدروس الإباء والتضحية من أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الأطهار والصحابة النجباء في الدفاع عن العراق العظيم. اليوم كذلك تجسد معنى الوحدة الحقيقية لأبناء هذه المحافظة، وزيارة الدكتور والوفد الكبير المرافق له هي خير معاني هذه الوحدة. نحن اليوم في البرلمان العراقي أيضا تتجسد وحدة أبناء هذه المحافظة بنوابها 12 الذين يمثلون يد واحدة مدافعة ليس فقط عن صلاح الدين بل عن العراق بأجمعه، وأيضا لأبناء هذه المحافظة الوقفة التاريخية مع أبناء محافظة البصرة التي جسدت روح العراق الواحد، ووقفة أبناء صلاح الدين بنوابها 12 كانت وقفة حقيقية تحمل روح أبناء العراق وتحمل الإيثار وتحمل التضحية. نحن اليوم كذلك سنكون كما أقسمنا لأبناء هذه المحافظة الأخوة المدافعين المتحدين المتلاحمين من أجل الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بها من الحكومة المركزية، وسنعمل جاهدين في خدمة أبناء العراق وأبناء هذه المحافظة. اليوم مدينة بلد وقضاء بلد تشرفت بزيارة السيد محافظ صلاح الدين الجديد الدكتور عمار الجبوري، حيث لزيارة مرقد الإمام السيد محمد عليه السلام، وكذلك زيارة المواكب الحسينية، والتي تعتبر هي رسالة لكل العراقيين بأن الإمام الحسين استشهد من أجل الإنسانية واستشهد من أجل الدين محمد صلى الله عليه وسلم. بالحقيقة كان هناك اطلاع مباشر من قبل السيد محافظ صلاح الدين على الأمانة الخاصة لمرقد الإمام السيد محمد، والتقى بالأمين الخاص وتم إعطاء الصورة الواضحة من قبل الأمين الخاص وما هي المعوقات والمشاكل التي تواجه عتبة مرقد الإمام السيد محمد عليه السلام، وقد وعد مشكورا على دعم مرقد الإمام السيد محمد عليه السلام بكل المشاريع التي تقع على عاتق المحافظة. والحمد لله والشكر هناك تواصل بين أبناء محافظة صلاح الدين بكل أطيافها بكل قوماتها بكل قضائها ونواحيها مع محافظة صلاح الدين. نتأمل خيرا من الدكتور عمار أن يكون هناك تواصل ملحوظ ونزولها للشارع، لأن أبناء محافظة صلاح الدين هي مثل العراق المصغر، لأن هناك القومية التركمانية وهناك الكردية وهناك الشيعية وهناك السنية، والحمد لله والشكر صلاح الدين أعطت رسالة لكل العراقيين بأنهم شعب واحد، أعطى رسالة الحمد لله وقف بوجه داعش وأعطى التضحيات.
هذا المكان امتزجت دماء الشهداء من الطائفة السنية والشيعية والكردية من أجل الدفاع عن هذه الأرض المقدسة. بالحقيقة نزول الدكتور محافظ صلاح الدين إلى المواكب الحسينة يعطي في رسالة اطمئنانية لكل أبناء الشعب العراقي ولكل الإنسانية بأن العراق هو عراق موحد عايش هناك تعايش سلمي. لذلك بصراحة هنا كان هناك فرحة جماهيرية من أبناء محافظ صلاح الدين وخاصة قضاء بلد الدجيل على قدوم السيد محافظ صلاح الدين، لأن السيد محافظ صلاح الدين هو من أبناء هذه المنطقة. حقيقة اليوم رافقنا السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر في أول زيارة رسمية إلى قضاء بلد، وإن شاء الله إلى ضريح الإمام السيد محمد عليه السلام، وكذلك إلى قضاء الدجيل هذا اليوم ليشارك حنا في بلد الدجيل شعائر الحسينية. واليوم احنا تاسعاء في شهر محرم الحرام، وكذلك إن شاء الله بكرة هي العاشر من محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام اللي كان منار للثورة ضد الظلم والطغيان. وبالتالي كانت الزيارة لها معنى أكثر من معنى وطابع، أيضا مشاركتهن كذلك الوقوف على ما تحتاج قضاء بلد الدجيل من خدمات. وباعتبار اليوم مثل حكومة تشريع بمحافظة صلاح الدين كان لنا حوار مع الحكومة المحلية في قضاء بلد حول مجمل الخدمات وما تحتاج قضاء بلد، وتناقشنا، وإن شاء الله الأيام القادمة ستكون أفضل، ونقدم كمحافظة صلاح الدين لأهلنا في عموم محافظة صلاح الدين ما نستطيع تقديمه، لأن محافظة صلاح الدين حوربت في الفترة الماضية أو في السنوات الماضية، احتلت من عصابات داعش بشكل كبير، صار بها تدمير وتدمير للبنى التحتية بالكامل، وكذلك حوربت من قبل الحكومة الاتحادية أو مجلس النواب، ونقولها أعضاء مجلس النواب العراقي كانوا ضد محافظة صلاح الدين. اليوم بالعكس إن شاء الله مدعومين من الحكومة الاتحادية ومن مجلس النواب، وإن شاء الله نعمل سوية مجلس محافظة مع محافظة صلاح الدين لأجل تقديم الخدمات إلى المواطن في صلاح الدين. Yeah.